مرحبا أصدقائي, إن شاء الله تكونوا بخير. As we said, this video is going to be in Arabic. Later on, I'm going to make an English version for the whole TOEFL series. So, let's get it started. وصلنا بالحديث the question number 4 بالSpeaking section. هذا آخر سؤال بالSpeaking, هنا أربع أسئلة. السؤال الرابع باختصار, أنت هون ما رح تقرأ شيء, رح تسمع فقط lecture المدة حوالي دقيقتين تقريبا, 120-180 ثانية. المحتوى أكاديمي, راح يطلع بروفيسور لوحده بيحكي مونولوج, ما في حدا بيقاطعه, بيشرح بيشرح بيشرح, راح يشرح فكرتين أو يعطي مثالين. المواضيع راح تكون غالبا بيولوجي أو سايكولوجي, يعني فلنفرض الأسماك كيف تتكيف داخل أعماق المحيط, أو كيف الحيوانات بتهرب من البريدترز, إنه تعمل كاموفلاج تمويه حتى تهرب, كيف تغير لون جسمها, ويعطي مثالين. غالبا حتكون عبارة عن 2 examples أو فكرتين طريقتين للتفكير. المهم أنت عندك بندين أساسيات, إما نوع من الحيوانات معين كيف يتكيف, النوع الآخر كيف يتكيف, طريقتين من التفكير, مثالين بهالترتيبة حتى تكون أنت متوقع شو راح تكتب. ممكن يكون ايكولوجي, جيولوجي, هيستوري بالدرجة أقل, بس قلت لك أكثر شيء بيولوجي وسايكولوجي. تسمع خلال هالفترة, أثناء ما عم تسمع أنت عم تكون عم تاخذ نوتس, ومثل ما اتفقنا شو لاحظ التوفر ثلاث أرباعه تكون عم تسمع منيح وتاخذ نوتس. الليسنينج كله, السبيكينج ثلاث أسئلة من أصل أربعة, الرايتينج نصه تكون أنت عم تسمع وعم تاخذ نوتس, لذلك ركزت عليك على هاي النقطة. بعدين يعطيك 20 ثانية تحضر, 60 ثانية تتكلم, ماشي. قال بالإجابة بهالترتيبة, the lecturer explains how, وتكمل عنوان الموضوع, فكرة الموضوع شو هي, two animals, how two animals survive in environments, how adapt إلى آخره, how they avoid predators, تمام, to begin with أو first of all, أسهل لك, she describes أو he describes أو the professor describes how أو why, مثل ما اتفقنا بقارب امبارح, how or why حسب الفكرة إلى آخره. Second, she describes how the other fishes. هذا الخط العريض. بعدين تحت شوف تعبئة الجمل, she notes that, she mentions that, however, she says that as a result. مثل ما اتفقنا as a result, additionally, however, therefore, هاي الجمل حاول تشكها بالنص لين ترفع سكورك. اتفقنا؟ طيب الملاحظة الهامة, طريقة الكلام اللي عم يحكوا فيها السرعة بطيئة بهالسؤال بالذات, يعني هو عم يحكي لنا مدة 120 ثانية بس في فراغات بالنص, في pauses, فانت راح ان انت اخذت notes راح تلاحظ انه الفكرة الأولى عليها طلع معك جملتين ثلاثة, الفكرة الثانية طلع معك ثلاث أفكار, فبتيجي بتطلع إنه أنت هو حكى كثير, تيجي أنت بالأخير يطلع معك هالعدد القليل, فما تخاف ما تتوتر, هو عم يحكي ببطء, لذلك أنت أثناء 60 ثانية لا تحكي بسرعة, دوم بيقول لك حاول كأنما عم توصل الفكرة لطفل عمره 10 سنوات, احكي بتون بطيء, مو إنه بطيء بطيء بطيء, لفظك جميل, ترتيبك للكلمات جيد, فأنت عم تحكي بسرعة معينة. شوف راح أعطيك مثال, شوف هذا المثال من My Best TOEFL, راح أحط لك الرابط إذا حبيت تاخده. بدي إياك تنتبه على سرعة الكلام. Now, there is another way fish use to navigate their environment. You're probably familiar with these fish that send out electric currents from their bodies naturally. So what is the purpose of this? Well, producing electricity helps fish to detect nearby objects successfully. شوف إنه كتير عم يحكي بسرعة بطيئة وعم يسأل سؤال ويل وبيجاوب على مهله. هذا كله أنت ما راح تكتبه, أنت عم تكتب بس الأفكار الأساسية, ولما تجي بتلخص راح تشرح هذا الشيء. هذا فيديو من يوتيوب جاهز إذا حبيت تشوفه, تمام, راح أحط لك الرابط. فهذا كل الكلام اللي تكلمه, مثال أول وتفاصيله, مثال آخر وتفاصيله, أسلوب إجابة آخر, حبيت تغير من القالب الأسهل أو ما حبيت مو مشكلة, أنا حبيت هذا القالب
انا اخده من توفل ريسورسز. واضح واسهل. First of all, second of all, وبعد تشرح الافكار. هون بقى اثناء تمرينك انت شو راح تعمل؟ حبيت التوفل لهذا السؤال هو السؤال الرابع صح؟ اذا فتحت اللونج مان بتلاقي هذا السؤال رقم 6 نفسه كانوا على النظام القديم. اذا حبيت تتمرن وراح احط لك مثالين على التليجرام ممكن تشوف تسمع تاخذ نوتس وتلخص. اهم شيء انت لما عم تكتب وعم تجي تحاول تلفظ الجواب هاي هي قوة المهارة اللغوية المطلوبة. انك كيف عم تحكي؟ قلت لك احكي بسرعة بطيئة بلفظ واضح. راح تشوف انت عم تستعمل كله بهال simple present. فما في داعي تقيد حالك بالتركيب، بس يكون لفظك واضح وصياغتك حلوة. فتشوف مثلا when this happens it quickly goes. When they avoid the predators they hum. When the number increases they increase. احكي بهال التون الواضح. اتفقنا؟ انت راح تشوف لما تتمرن راح تسمع تيجي تحكي راح and the professor وتشوف النوت تبعيتك وتحاول تقرا منها and the professor mentions that the number the fish the avoid راح تبدي تقطش. معلش اول مره عيد نفس المثال ارجع احكي راح تشوف حالك انه انت والله لما جيت تعبر عن فكره لما يصير هيك يصير هيك ما عرفت تعبر. هاي عم يتمهلك فكر فيها اكتبها بالانجليزي اكتبها صح عيد لفظة تمرن عيدها مرة تانية. لما جيت تعبر عن فكرة والله انه لم يكن جيدا بما يكفي لم يكن قويا بما يكفي عند ما عرفت تعبر عنه صح دور على امثلة حلاي. انت بهذا التمرين عم تزيد الفلوينسي عم تزيد طريقتك. اذا بتلاحظ بعد هالتمرين من التوفل لغتك الانجليزية صار فيها نقلة نوعية راح تجي عندك انت صرت فلوينت اكتر. هاي اهم شيء لازم تعمله. اي لغة بدك تتعلمها اعمل هذا التمرين رائع وخرافي يزيد الفلونسي تبعك. تعرف اخطائك وين؟ اذا انت كنت حاطط كورس والمدرب تبعك ما شاف انه انت عم يشتغل عليك نقطه نقطه وانه انت هون غلطت هاي عيد هيك هذا تركيبك الناقص علمه هيك ما رح تستفيد. دوما حاول تتبع هذا الاسلوب. فهذا باختصار شديد قلت لك اهم شيء تحاول تتعلم هذا الشيء. الافكار اللي عم تجي هي دوما عم تجي عن الكاموفلاج بطريقتين معينات. هذا القالب حاول تتمرن عليه، حاول تزيد الفوكابولري تبعك وحتى تزيد سكورك تلي تضيف therefore additionally however. الأمثلة موجودة راح أحط لك الروابط حتى ما يكون الفيديو طويل. هذا باختصار شديد. إذا في أي سؤالك قولي بالتعليقات. إن شاء الله بالتوفيق وسكور عالي. سلام.